وشباب قسنطينة. تركنا الشوط الأول متعادلا بين الفريقين 0-0. أذكر بتشكيلة الفريقين من التحق بنا اللحظة. شباب قسنطينة بليمان في حراسة المرمى، بن عياده، شحرور، عروسي، زعلان، سيلا، العمري، كاكاومبيكا، حداد، بالقاسم وبالمختار، بينما آل البرج بشوشي، فوزي في حراسة المرمى، زيتي، خريفي، قيطون، بوحكاك، غربي، المؤذن، زيرارة، عثماني، ديارة، المالي، ودروش. الحكم هو الغربال مصطفى عبد العالي إريدير. الشوط الثاني هل سنشاهد في أهداف؟ هل أن سيناريو الشوط الأول سيتكرر في المرحلة الثانية؟ هو هذه تبقى على فكر المدربين، يعني قراءة تاعهم بين الشوطين. أنا نظن يعني لنفسي نرجع نقول لو شباب قسنطينة ياخذ المبادرة الهجومية يعني أكثر، ممكن يكون خطورة. لماذا؟ لأني قاعد نشوف في الدفاع أهلي برج بعرج في أخطاء وفي ثقل سالي، لأن هذا باين على مستوى المرتدات اللي قامت بها هجوم شباب قسنطينة. ولهذا لو يعطي حرية أكثر للمهاجمين ممكن يجيبوا منه هدف. هل يصل بن عيادة على الكرة؟ بالفعل يصل عليها، يوزع عرضية ناحيته، كاد يلحق عليها اللاعب كاكاومبيكا برأسية وخروج فوزي الشوشي. كرة طويلة، ديارة متأخر، ترويض سيء للكرة، وسيلة ممتازة، سيلة رائع جدا، ولكن ما يعاب عليه أنه يتلقى البطاقات كثير. الموسم الماضي تلقى يبدو لي 3 بطاقات حمراء، وبالتالي يكسر التنافسية نتاعو، في كل مرة يكون متأخر خارج المنافسة، أثر عليه. ولكن رائع جدا اليوم بحوزته بإندار، وهو الذي دخل في اللقاء الماضي في اللقاء الجولة الأولى أمام نصر حسين داي بديلا، اليوم كأساسي في وسط الميدان. قلت هو كاسح الغام، يسترجع الكثير من الكرات ويكسر المحاولات الهجومية لفريق أهلي برج بوعريريج. كرة في منطقة الحارس شوشي فوزي، وصل كورتو طويلة أمامية وسهلة لليمان يحتفظ بها. يبدو فيه تغيير في تشكيلة فريق أهلي برج بوعريريج، سنتأكد من ذلك بعد لحظات. يبدو لي أول تغيير، كرة طويلة ومقطوعة توصلش للاعب القاسمي، وأيضا أدى شوط أول ممتاز. الحكم يقول في خطأ لسيلا، لاعب البوركينابي لشباب قسنطينة. أكثر هدوء في الشوط الثاني مقارنة مع المرحلة الأولى. حداد يرفع كورتو، تصلي بن عياده، لا مقطوعه، ما وصلتش بن عياده لان التغطيه الدفاعيه موجوده. ما تبقى لي الاهلي والضغط من عناصر شباب قسنطينه في منطقه الحارس الشوشي فوزي، والعوده الموفقه لاسترجاع الكره. استرجع شباب قسنطينه الان بسرعه، الكره لما تكون عند الاهلي يسترجعها بسرعه. كره زعلاني تصل لرفيقه لشحرور، زعلاني ثنائي المحور اللي لعب الموسم الماضي رفقة عروسي، اليوم عاد نفس التركيبة المدرب عبد القادر عمراني بعد ما لعب في اللقاء الأول بشحرور وزعلان في محور الدفاع. اليوم عاود غير التركيبة وخلى عروسي إلى جنب زعلان، ويبدو أن الأمر أن الخطأ صحيح، لأن الأمر الآن فيه تفاهم كبير بين عروسي وزعلان. زعلاني في العمق الدفاعي ممتازين جدا في التدخلات تاعهم في الصراعات، في القراءة، حتى بالنسبة لقراءة الكرة يعني صراحة يعني شد انتباهي بالنسبة للعمق الدفاعي للشباب قسنطينة إذا يستمر بهذه الطريقة. ما تبقى للعمري سيد علي، وصل كورتو لرفيقه، محاولة المرور في الوقت، ديارة دوري يشكو من إصابة، ديارة وقع على أرضية الميدان لا يقوى على النهوض، والحكم غربال سيطمئن على إصابة ديارة. في الأخير يعود ينهض ديارة، صاحب إمكانيات بدنية كبيرة. تغطية يعني ما فيش تسامح، كان تدخل من زعلاني، يعني التكامل، أنا نقول التكامل بين اللاعبين يعني في المحور الدفاعي ممتاز جدا، نتمنى تكون يعني استمرارية. وحداد على الصورة، نعم
الحكم يطلب من حداد ماذا سيغير في الوقت اللي فيه كرة لبن عيادة أمام العصورة قريبة من زاوية الركنية. تعاود ترجع له من العمري سيد علي، تمكن من توزيع الكرة في القائم الثاني، يلحق عليها رفيق ولا مقطوعة، ثم الانطلاقة نقش عليها بالقاسمي، ثم الانطلاقة من زيتي سريع جدا والتغطية ممتازة من زعلاني. زعلاني ممتاز في إبعاد هذه الكرة بعد ما ضاعت من رفيق ومن بالقاسمي، وصعود زيتي السريع وصل كرته للمؤذن، وفيه الحكم يقول فيه خطأ، يقول فيه دفع من شحرور الحكم المساعد أمام المؤذن، ومخالفة إيمان حارس أساسي في اليوم. هاي اللقطة التي أعلن عنها الحكم المخالفة، الحكم كان المساعد هو اللي يرفع الراية. على كل ابن عيادة قوي جدا، مخالفة لمصلحة أهلي برج بوعريريش مرفوعة، وتدخل الدفاع مرفوعة، كانت مرفوعة من ملال يدخل في الشوط الثاني، فيه تغيير، يقول ملال بن عامر، الحكم يوجه بطاقة صفراء، وبطاقة صفراء للاعب اللي يدخل منذ حين في الشوط الثاني ملال بن عامر هداف وداد بوفاريك، مستقبل من فريق وفاق بوفاريك، تولي من قسم الهوات ملال أمامنا الصورة، سجل 24 هدف، 24 هدف حتى ولو في الهوات، يعني إذا سجل النصف في الرابطة المحترفة الأولى فنقدر نقول أن ملال متألق. نعم. وابن عيادة كورته طويلة السيلة المختار أو بالقاسمي، الضغط عليه وإبعاد الكرة شحرور هنا فترة التماس ناحية العمري سيد علي أمام المؤذن، يتفوق أمام المؤذن وأمام الليل أيضا، ثم الانطلاقة من سيلة بن عيادة، طلب الكرة هل يوصلها له؟ بالفعل يوصل الكرة دي بن عيادة، راح يرفعها طويلة قصيرة جدا داخل منطقة العمليات لحداد، المحاولة وسهلة التغطية هنا، كان ذكي جدا اللاعب الذي قام بالتغطية أمام حداد وترك الكرة لشوشي، ثم الانطلاقة مقطوعة، فيش وضعية تسلل، والحاكم في الأخير المساعد رفع الراية أمام كاكام بيكا ويعلن عن وضعية تسلل، إبعاد الكرة من شوشي، أصبح شباب قسنطينة يسترجع الكرة بسرعة. نعم. يضغط ويسترجع الكرة لأنه متمركز صح حتى في وسط الملعب، لاحظ خمس لاعبين، يعني حتى صعب حتى لماذا؟ لان هذه دائما ان بالنسبه للاعبين شباب اهلي برج يعني ما يلعبوا بين الخطوط، يعني في دولي زانترفال ما يلعبوا، لو يتحركوا بحركه ايجابيه كان ممكن يكونوا خطوره، وهذا هنا سهلوا عمل شباب قسنطينه. خروج جيد بالكره من بن عياد عن طريق المراوغه القصيره والتمريره القصيره ايضا، ثم الانطلاقه الكره السريعه، قدم الكره كثير اللاعب حداد فؤاد، قدم كورته كثير، خرجت للتماس لمصلحة الأهلي، كرة في وسط الميدان، ثم الانطلاقة عن طريق زرارة، حط كرة ناحية رفيقو، تعود ترجع من اللاعب ملال بن عامر، تغيير للمؤذن ديارة ما يلحقش عليها، حسن حطو رفيقو قريب باش ترجع هذه الكرة، يلحق عليها لا ما لحقش عليها زيتا، كانت كرة سريعة تمريرة سيئة من زرارة، زرارة ونشاهد إعادة والشوشي في إبعاد هذه الكرة أمام البوركينابي كاكامبيكا، كرة طويلة ناحية كاكامبيكا، جيتون في منطقته يغطي كورتو، يلعبها مع رفيقه، يوصلها في الاخير لبوحكاك، ثم كره طويله
ضغط يمين زعلاني تصل الكره للعمري الشيد علي الضغط عليه من اللاعب لا في وضع التسلل عوده من التسلل لكاكومبيغا زرارة امام الصوره ثم الانطلاقه من ملال انطلاقه ملال يوصل الكره ناحيه المؤدل المؤدل يحاول بحث عن التسديد الخطا وتدخل من العمري الشيد علي يتفوق يسترجع هذه الكره حدادي للوراء لعروسي محاولة الضغط عليه من ديارة يتمكن من توزيع كرته ناحية رفيق نيبل المختار لكن مقطوعة تعاود ترجع لسيلا يسترجع هذه الكرة كرته طويلة لكاكومبيغا مقطوعة من حداد مرة أخرى ورا في وسط الميدان ضاعت من غربي لكن تبقى للحظات لفريقه ولبوحكاك في منطقة الحارس الشاوشي تصل الكرة لقيطون علي محاولة الصعود بالكرة من قبل قيطون كرته إلى أين البحث عن ديارة كل كرة تقريب البحث عن ديارة ملال يغير تماما ناحية رفيقه على الجهة اليسرى البحث عن المراوغة توزيع الكرة العرضية وفي القائم الثاني ولكن بعيدة تماما بعيدة تماما يبدو لي أن الدراوش هو الذي غادر أرضية الميدان حسب وعوض نعم وعوض بملال حسب المردود تاع الدراوش الشوط الأول أكيد لأن المدرب هو اللي عنده خلفية على لعبه المدرب هو اللي يعرف امكانيات اللاعب لكن ما قدمه في الشوط الاول يعني انا اعتبر يعني كمفاجاه خروجه لماذا؟ لانه ممكن لانه مو جماعي كثير لانه لاعب يعتمد اكثر شيء على الفرديه قراءه المدرب تبقى قراءه اكيد نعم وهو الذي على درايه بما يجري فوق ارضيه الميدان وامكانيات كل لاعب وقدرات كل لاعب وامكانياته ومشاركته في اللعب الجماعي ومردوده الفردي انطلاقه من بن عياده اكثر نشاط بن عياده الجهه اليمنى يعاود يرجع بسرعه لما تضيع منه الكره من اجل التغطيه الدفاعيه العمري سيد علي وحداد يضغطان على لاعب فريق الاهلي تبقى من ضاعت من زراره لكن رفيق استرجع غربي عوده موفقه من كاكومبيغا لكن ما توصلش لي بالمختار في وضعيه جيده ضاعت منه ثم الانطلاقه البحث عن المراوغه كرة قصيرة بين عناصر الفريق الأهلي ثم كرة طويلة مقطوعة من جيتي حذاري وخروج من ليمان إعادة الكرة بطريقة سيئة والحكم يعلن عن خطأ لشباب قسنطينة فنشاهد الإعادة وغربال يعلن عن خطأ لشباب قسنطينة القراءة الكرة اللي لاحظ الكرة يعني كيف يعني القراءة تاع اللاعب ما كانت صحيحة خاصة في وضع مثل هذا انه حط الحارس كان ممكن يجيب حتى إصابة يعني كان احتكاك تاعه لولا الحارس يعني المهاجم لأهل برج بحرج كلو احتك بالحارس كانت ممكن تكون هناك إصابة ديارة هل يصل الكرة مضايق من زعلاني هل يتفوق ديارة يتمكن ديارة في الأخير من توزيع الكرة داخل منطقة العمليات وتدخل زعلاني بعد الكرة قبل أن تصل لابن المختار موجود غربي برأسية ناحية رفيقه ناحية خريفي ولكن مقطوعة من بن عيادة وحداد يوزع كورتو بعد أن كاكابينغا وتدخل بوحكاك تصل لغربي مسعود ثم الانطلاقة أهلي برج بحريج أخذوا المبادرة الحين الهجومية أكثر سرعة أكثر فريق أهلي برج بوعريش وأكثر وصول لوسط ميدان ثم كرة طويلة بعيدة دون تركيز هذه الكرة من قيطون أي شيء يعني بدون عنوان يعني صراحة يعني نعمل مجهود وبعدين نضيع كرة مثل هذه هذا بدون يعني أكيد أن المدرب يكون زعلان على لقطة مثل هذه بالفعل هاي الصورة شكرا نعم واضح جدا يعني كمدربين ما نقبل اللاعب يعمل حركه مثل هذه شكرا لزملاء تقنين الحافله الرقميه اش دي وللمخرج عادل حمداتي كرة مقطوعه عاود ترجع من خربي زيتي المؤدل الحكم يعلن عن خطا امام بالقاسمي لقطه ما تحتاج يعني زعل او يعني نرفزه من طرف المؤدل بالعكس يعني ما في شيء الحكم صفر يعني اعلن على خطا خلاص انتهى يعني
خسارة في بداية الدوري ضروري جدا اللاعبين يكونوا مركزين ويتحكموا في أعصابهم شوية. الربع ساعة الأول من الشوط الثاني يمر، 15 دقيقة تمر والنتيجة تبقى متعادلة بالفريق 0-0 مع تفوق في الاستحواذ والتفوق في الوصول إلى المرمى لأهلي برشلونة. ولا فرصة لحد الآن في الشوط الثاني من الفريقين، أخطر الفرص شاهدناها في الشوط الأول، كرة الوأد المرفوعة وخروج ممتاز في مثل هذه الحالات. في مثل هذه الحالات الأفضلية هي للحارس، بالفعل كان فيه احتكاك بين الحارس ولاعب من أهلي برشلونة، كان فيه تجمع بدوني مع ديارة لاعب المالي، والحاكم غربال يعلن عن مخالفة للحارس ليمان حسين. ربما ننتظر دخول اللاعب عبيد مع مرور الوقت، مع مرور الدقائق ممكن يزج بمهاجم على اساس يعطي نزعه هجوميه وتحرر، يعني يحرر الفريق اكثر شيء بالنسبه للهجوم. لكن في نفس الوقت يعني جعبوط، شاهد جعبوط يعني كان لاعب وسط ميدان هجومي يلعب امام اكثر، ممكن لكن اكيد انا متاكد ان عبد القادر عمراني راح يعطي نزعه هجوميه، لكن مو الحين، ممكن في اخر ربع ساعه اقل 20 دقيقه، لانه يخلي يستنزف كل قوه تاعه من جانب اللياقه البدنيه. هذا جانب من الجمهور طبعا الذي يتابع. تحدثنا عن جعبوط، وجعبوط الان هو الذي سيكون البديل الاول في تشكيله فريق شباب قسنطينه. يبدو لي بالقاسمي، هل بالقاسمي هو الذي سيغادر؟ لا، بالمختار هو الذي سيغادر. المختار يترك مكانه بالقسمي او بالمختار امامنا على الصوره، لاعب بالمختار اللي لعب الموسم الماضي بالوان اهلي ابي الوان دفاع تجنانت، مستخدم من فريق شريغي ليزان. اول تغيير دخول جعبوط مكان بالمختار. بوط هو أيضا لديه قدرات وإمكانيات، لاعب فريق شبيبة القبائل، المستخدم من فريق شبيبة القبائل. نلاحظ أن فيه كرات ثابتة كثير، أكثر شيء إلى أهلي برج بوريريج، لكن ما استغلوش الكرة الثابتة، يعني ضروري جدا استغلال هالكرات مثل هذه، يعني تكون ملعوبه، مو بس ان نرمي الكره داخل العمق الدفاعي والصراعات هي اللي راحت، لكن هذا نادر جدا، ضروري جدا تكون توقف على تركيز اللاعب وحضوره الذهني. نعم، في المباراه المحليه والضغط على عناصر الفريقين، لان تحدثنا قبل انطلاق المباراه سنعود لهذا بعد المخالفه، بعد هذه الكره المرفوعه الحاكم يقول إلى أين لشباب قسنطينة، والمخالفة لشباب قسنطينة. سنشاهد الإعادة، حكم كان أقرب هو اللي لاحظ، ولو نعيد ونشوفوا اللقطة ممكن عندما كنا اصطدمت باليد اللاعب، فضروري يعني نتحكم في أعصابنا ونخلي الحكم يؤدي الدور تاعه. ولهذا أنا نرجع دائما نقول ان الكره الثابته لم تستغل سوى من جهتين، يعني من جهه اهلي البرج او من جهه لاعبي شباب قسنطينه. فضروري انا نتمنى لان هذا هو شيء، يعني كيف نطور امكانيات. شوف التسديده الان. اي نعم لمس لمس الخطا واضح. انا قلت واضح، يعني اكيد زراره نعم. فارفع يده، يعني ما لازمنا نحتاج على اشياء ما تحتاج، يعني احنا تحدثنا وترك الامر للعيوب. طبعا اكيد نعم، وخاصة الحكم نعم. الخطا واضح، حكم كان قريب، يعني ما نظنش حكم يعني يعلن على خطا هكذا تلقائيا غير موجود. اي سبحان الله. اذا الكره ثابته لمصلحه شباب قسنطينه، باقي التنفيذ، باقي عمليه التنفيذ والفكر، الفكر التكتيكي حتى في كره ثابته مثل هذه. فهذه كره مثل هذه لو يعني لاعب مهاري هذه احسن من ضرب الجزاء، هذه احسن. لماذا؟ لان في حيطه، يعني مثلا امير وكاين الحارس راح يكون على جهه ثانيه، ولهذا يعني نقول لو تركه في رجل اللاعب ممكن يعني هذا طلب المهاره اللاعب، لو لان هذا احسن مكان يطلبه اللاعبين. اللاعبين امام الكره، عروسي جعبوط على امامنا، عروسي الصوره في هذه الصوره المكبره الان، عروسي وممكن العمري من سيسدد، من سيصود، وهذا الجدار المتشكل من خمسة لاعبين
اندفاع أهل البرج. عروسي أين يضع الكرة؟ وشوشي بصعوبة، شوشي بصعوبة، كانت أرضية مباغتة بدقة متناهية، والحارس شوشي يغلق الزاوية كما ينبغي ويبعد الكرة إلى الركنية، وهي الركنية الرابعة لشباب قسنطينة والأولى في المرحلة الثانية. الكرة سنعود للإعادة والمخالفة المنفذة حتى ينفذ الركنية بالعقب داخل منطقة العمليات. إلى أين؟ إلى 5 أمتار و50 هذه المرة. حكم المساعد يقول 5 أمتار و50. نشوف الإعادة. نعم، ولهذا هنا التنفيذ تحل كانت يعني في زاوية الحارس، لو الزاوية العكسية يعني اللي كان موجود فيها الحيطة كانت ممكن تكون خطورة أكثر. لكن شباب قسنطينة نقول في هذه اللقطة كان قريب جدا من فتح مجال طبعا التالي. طبعا أنا نقول دائما أن كرة ثابتة ممكن تفصل عن المباراة عن ما تكون المباراة مغلوقة. بدا من يقادة فوزي شوشي، نعم نعم نعم، والقراءة الجيدة لفوزي شوشي، التمركز تاعه والتواجد تاعه في الزاوية كان أنقذ الفريق من هذا المحطة. شعبوط ضاعت منه هذه الكرة أمام اللاعب المؤذن اللي يحاول توزيع الكرة، يحاول توزيع الكرة وبناء اللعب وتوزيع الكرة ناحية الرفيق المتحرر، ولكن ضغط على عناصر فريق الأهلي. شعبوط يسترجع هذه الكرة في خطأ، في عرقلة، في عرقلة من حسن حظه اللاعب غربي انه لم الحكم شوف هنا اللقطه ثم الانطلاقه ومشى مباشره لرجل اللاعب جعبوط. هنا الحكم تعامل بروح القانون وليس بالقانون. ممكن هنا كانت بطاقه صفراء، لكن الظاهر ان اللاعب ممكن كانت عنده بطاقه اللاعب غربي، استعمل يعني روح القانون. ذكي جدا الحكم، ذكي جدا الحكم في اللقطه الثانيه. لا حد زعلاني الامير سيد علي، يعاود يرجع كره فودي الحارس لمن محاوله الضغط من دار المراوغه في هذا المكان في هذه المنطقه هو مجازف. مجازف حتى من اللاعب كان في وضعيه غير جيده، والتمريره لم تكن بالدقه المطلوبه ناحيه رفعه. نعم، كره الى الخلف لاهلي برج وعريج، تصل لقيطون بحاجه الى مسانده ومساعده. الحل الوحيد هو العوده الى فوزي شوشي. كرته طويله ضياره، والدفاع يترك الكره للحارس. لمن؟ من الحارس الى الحارس. ثم شحرور حط كره ناحيه رفيق وناحيه بالقاسمي لسيلا. تمرير توسيه، هل يلحق عليها غربي؟ بالفعل يلحقها وفي وضع التكرار. لاعب الضياره، لاعب الضياره المالي من على الصورة عودة من التسلل. نعم، كان نايم نوعا ما، يعني نسى نفسه انه فيه لعب داخل وسط وهو لسه بعد نايم في خلف المدافعين. مردود لحد الان بعد الرأسية التي شاهدناها، وكانه يلعب في منطقة محددة من لأنه معزول. لماذا؟ أول شيء معزول، ثاني شيء بالرغم أنهم يلعبوا 4-2-3-1، يعني المفروض كاين لاعب اللي يلعبوا خلف يعني في الثلاثة اللي يلعب في العمق، المفروض يوصلوا الكور أكثر شيء، فهم يعتمدوا أكثر شيء على الكرات الطويلة. يعني لماذا؟ لأن حسب يمشوا على البنية الجسمانية تاع اللاعب، لكن ما يتعاملوش معاه بالمهارة، يتعاملوا معاه بالقوة الجسمانية تاعه، وهذا ممكن ما راح تخدم اللاعب وحتى ما راح يخدم الفريق بالشكل هذا. الكرة إلى الخلف، تبقى بين عناصر فريق الأهلي دون خلق خطورة على منطقة فريق شباب قسنطينة، لأن عناصر الشباب غالطين كل المنافذ. لاعب خريفي ارتكب الخطأ، تقديم المرفق هنا أمام بن عيادة. نعم، واللاعب خريفي فيصل مستخدم فريق اتحاد بسكرة. لماذا نتحدث عن الفريق الذي جاء منه اللاعب؟ حتى نعطي الفكره اوسع للمشاهد الكريم ولانصار طبعا مهمه جدا يعني الجمهور الرياضي حتى نعم يتعرف نعم على طبعا الخلفيه خلفيه اللاعب الرياضيه. طبعا طبعا اكيد، لا ضروري جدا. لماذا؟ لان المستقبل، لان وش قدم حتى بالنسبه للفريق اللي كان معاه للموسم الماضي، بالنسبه وش راح يجيب الاضافه للفريق هذا. فنظن يعني اشياء مدروسه، ما تجيش عشوائيه بشكل. في بدايه الموسم الماضي لم يكن محظوظا مع فريق اتحاد بسكرة الذي نزل إلى الرابطة المحترفة الثانية، أخذ ورد في وسط الميدان. الحاكم في الأخير يقول خطأ. هنا على اللاعبين لاعبي الفريقين ضرورة وضع الكرة على الأرض،
انا نقول طبعا يعني بالنسبه للاعب ديارة المالي يعتمدوا عليه اكثر شيء بالكرات العاليه، لكن معزول، المشكله انه معزول، ممكن هو يتفوق في صراع من الكره لو يجي يعمل الكره الثانيه لزميله ما يكون غير موجود داخل الصندوق او داخل يعني 18 متر. 20 دقيقه من الشوط الثاني، ماذا تخفي ال 25 دقيقه المتبقيه من لقاء شباب قسنطينه وفريق اهلي برج بوعريريج؟ من تلقى البطاقه، من تلقى هذه البطاقه سنتعرف على ذلك. ثاني انذار لعناصر شباب قسنطينه في الوقت اللي فيه تغيير سيحدث في تشكيل فريق العمري، هو الذي تلقى البطاقه. انا كره ثابته مثل هذه بالرغم ان الوقت باقي، لكن انا خايف من اي هدف سوى كرة مرفوعة بعيدة تماما. أقول يعني لو لأن في بعض الأحيان يعني هدف في وقت مثل هذا ممكن يكسر يعني رتم المباراة. لمدين لمدين هو اللي يبدو لي راه ياخذ هو بالنسبة بديل. نعم أنا نظن بديل، لاحظت أن عبيد هو اللي كان عبيد. نعم. بالنسبة عبيد. لشباب قسنطينة التغيير هذا من جانب شباب قسنطينة ولمدين من جانب فريق هو مركز نعم مع البركينابي. عبيد نذكر انه سيغادر فريق شباب قسنطينه في مرحله التحويلات الشتويه. نعم بقى مع الفريق لانه كان يبحث على تغيير الاجواء، ولكن في الاخير فضل البقاء في انتظار. ممكن العرض ما كان يناسب النادي وما يناسب اللاعب، فالحين عليه انه يكون عنده تركيز اكثر شيء. هل رجل المطافي الموسم الماضي سيكون ايضا رجل المطافي بالنسبه لشباب قسنطينه هذا الموسم، وهو الذي انهى الموسم الثاني احسن هداف في الرابطه المحترفه الاولى واحسن هداف في تشكيل فريق شباب قسنطينه؟ كره مقطوعه ما توصلش لعبيد ثم يلحق عليها في الاخير غربي، لكن يترك كرته لرفيقه، تعاود ترجع لملال. ملال اللاعب البديل اللي يدخل في الشوط الثاني. ملال راح يرفع كرته لا يفضل المراوغه والاحتفاظ بها، يلعبها قصيره هذه المره مع رفيقه. ثم كره هي عناصر الفريق الاهلي ما نلقاوش حلول، اكثر شراسه من جانب فريق عناصر شباب قسنطينه. تمركز اللاعبين في وسط الميدان حتى بالنسبه لهم وفي الدفاعيين. بن عياد انطلق، الفكره كانت جيده، ولكن التدخل واسترجاع الكره ثم الانطلاقه لاهلي برج بوعريريج. كره من ناحيه المؤذن ما توصلش للمؤذن، مقطوعه ثم الانطلاقه في الاخير من جانب فريق شباب قسنطينه. كره في وسط الميدان، مراوغه ممتازه، هي المراوغه لاعب يحتفظ بكورتو، يوصل كورتو لسيلا غير ناحيه جعبوط، ولكن التفوق في الاخير من مدافع زيتي. زيدي يسترجع الكره، حط كره ممتازه ناحيه ديارة، وديارة سبق الكره ضاعت منه، ثم يسترجع جعبوط، كره وصلت من رفيقه من العمل السداي، جعبوط عوده موفقه للدفاع. الدفاع ثم ضاعت مرة أخرى، وكان اللاعبين لما تكون عندهم الكرة ما يكونوش مركزين على الاحتفاظ بالكرة، تضيع بسهولة الكرة من اللاعب اللي سواء من جانب أهلي برج بوعريريج أو من جانب فريق شباب قسنطينة. المؤذن في مراوغة أمام جعبوط، ديارة طرب الكرة لكن يفضل يحطها في القائم الثاني، وابن عيادة ممتاز في التغطية وإبعاد هذه الكرة. تمريرة راسية، تمريرات القصيرة والخاطئة للخصم، كلفت شباب قسنطينة هذه المخالفة، ستنفذ بعد احداث هذا التغيير والتبديل في تشكيلة فريق اهلي برج بوعريريج. هاو الخطا المرتكب من حداد امام اللاعب ملال، اذا سيغادر. اذا زراره توفيق يترك مكان للاعب نمديل، زراره واللاعب البديل هو نمديل. نمديل ظهير المستقدم من فريق سريغي لزام، في عدد كبير من اللاعبين كانوا يلعبوا لغير لزام الموسم الماضي، ولكن غيروا الاجواء، لان سريغي لزام ادى موسم رائع في الرابطه المحترفه الثانيه الموسم الماضي. حذاري من الكره، ثم تسديده صويبه والجدار تصطدم باحد اللاعبين، واللاعب تصطدم به الكره وما زال وقع على ارضيه الميدان. يبدو لي زعلان هو الذي اصطدمت به الكره. سلامات ان شاء الله نظرا لقوه التسديده. قويه جدا. انا حبيت نتكلم بس ربع ساعه الاخير فقط حتى نمد الوقت والنتيجه، ولو ان الجمهور الذي يتابع معنا يتابع الوقت والنتيجه. انصار الاهلي برج بوعريريج ربما
يعتقدون أو ربع ساعة سيكون قليل على فريقهم، نصار شباب قسنطينة ربما سيكون كثير على فريقهم، إنهم يتطلعون لتحقيق نتيجة إيجابية في الموسم الحالي بعد التعثر الأخير أمام سحوسين داي. الفريق الأهلي يحاول أنه يحقق نتيجة إيجابية على غرار ما حققه الأسبوع الماضي، وأنصار شباب قسنطينة بقوة طبعا في مدرجات ملعب 20 أوت بمدينة برج بوعريريج. هذا قلت الملعب الذي هو تغير تماما، وكأنه ليس ملعب 20 أوت. نتمنى أن كل الملاعب تكون مثل ملعب 20 أوت، سواء في السعة أو في غرف الملابس وفي كل الأماكن. هذا الصراع التكتيكي بين المدربين، هاي الصورة المعبرة. نعم، أنا أريد يعني نتكلم بس يعني الملاحظة للاعبين عندما يدخلوا، يعني اللاعبين عندما يعني عندما تكون هناك تغييرات لاعب، يعني مثلا لاعب شباب قسنطينة وحتى بالنسبة للاعب لاعب أهلي برج بوعريريج، يعني يدخل في الدقيقة مثلا باقي 20 دقيقة، يعني فريقه اللي قبل لعب 70 دقيقة كاملة، يعني مفروض ال 20 دقيقة هذا اللي يدخل باقي 20 دقيقة يكون هذا المردود تاعه مرتين على اللاعب اللي لعب 70 دقيقة. لماذا؟ لأنه يعني لاعب اللي لعب 70 دقيقة بذل مجهود لياقي فكري ذهني فيتعب، فضروري الجهد اللاعب اللي يدخل هنا اللوم على اللاعب اللي ما يقدم يعني الإضافة هذيك، وهنا بالطريقه هذه يعني عندما يكون احتياط ما يلومش بعدين ما يقولش انا المدرب ما عطانيش فرصه، ما عطاني ان اذا فرصه مثل هذه تدخل 20 دقيقه وما تكونش يعني بارز داخل ال 20 دقيقه هذه، متى راح تبرز عندما تبدا في البدايه؟ مستحيل. فلهذا يعني على اللاعب ان يقدم الاضافه يعني عندما يدخل، سوى يعني على الفريقين يعني مو على الفريق واحد بس. يبقى الصراع متواصل وسط الميدان، من سيتفوق في هذه المنطقة الحساسة، من يسترجع الكرة في هذه المنطقة وتوزيعها نحو صوب الهجوم. الحكم يقول في التماس لشباب قسنطينة. زعلاني تبقى تلقى بطاقة صفراء، لاعب زعلاني، وكان في سجال مع الحكم المساعد، وكأن الحكم المساعد هو الذي تحدث مع الحكم الرئيسي حتى وجه الإنذار للاعب زعلاني. شحرور اليوم على الجهة اليسرى قائم دوره كما ينبغي نعم. لا غرار بن عيادة أيضا على الجهة اليمنى. جعبوت يصارع يفتك هذه الكرة ومررها ناحية رفيقه، الضغط على حامل الكرة، ثم كرة طويلة أمامية ناحية ديارة، بات من ديارة الحكم يقول فيه خطأ، الحكم يقول فيه خطأ. لاعب ديارة تنفذ الخطأ بسرعة، وهذا هو الصح. ناحيه البديل النمدين وزع كورتو داخل منطقه العمليه. ديارة ماذا سيفعل بالكره؟ ديارة يحاول تصويب الضغط عليه، عودة موفقة للدفاع، ممتازة المرور عن طريق الجسر الصغير من العملي سيد علي. هل يوزع كورتو؟ يحط كورتو لكن مقطوعة، تمريرة سيئة، استرجع الكرة بقوة ولكن تمريرته سيئة، يسترجع زيتي. زيتي غير تماما ناحية رفيقه، ناحية اللاعب خريفي، ضاعت من خريفي ثم الانطلاقه من بالقاسم، بالقاسم ينطلق بالكره، رفيق يطلب الكره، لم يحسن التصرف هنا اللاعب بالقاسمي، والا كانت فرصه امام شباب قسنطينه. يسترجع الاهلي طويله ناحيه المدين، هاي لحق عليها المدين، ضاعت الى 5 أمتار و50، لكن جد المدافع شباب قسنطينه في التغطيه. والتغيير الثالث والاخير مفتاحي عبد الملك، هل سيكون هو المفتاح في هذه المباراه؟ اللاعب الذي سجل اسرع هدف لحد الان في البطوله الوطنيه كان ذلك امام مولوديه الوهران في اللقاء الاول بعد مرور 30 ثانيه فقط. التغيير اذا مفتاحي سيدخل مكان ديارة، وهذه الاجواء يصنعها انصار فريق اهلي برج بوعريريج في الرابطه المحترفه الاولى بعد غياب فريقهم عن هذه المنافسه 4 سنوات كامله. يعود الموسم الماضي في آخر جولة، إذن مفتاحي مكان ديارة، لاعب مفتاحي الذي سبق العول لعب لناديين، لنادي بارادو ولنادي دفاع تجنانت. اليوم تحدثنا عن أسماء كبيرة فريقين بارادو وإذن دفاع تجنانت، نعم. لأن فيه 6 لاعبين فوق أرضية الميدان سبق لهم أن لعبوا مع دفاع تجنانت. حداد وبالمختار من جانب فريق شباب قسنطينة، ولا حذاري من دخول لاعب مفتاح. مفتاحي نعم، حذاري مفتاحي عبد الملك. لاعب باقي 10 دقائق
لاعبين تعبوا كثير. كرة طويلة مرفوعة داخل منطقة العمليات، كرة مقطوعة ناحية من ناحية عثماني، لكن تغطية موجود بقوة بالعيادة. ثم الانطلاقة، لاعب عنده أمام المساحة الكافية للمرور، ممتاز، المراوغة ممتازة، محاولة الصراع الثنائية اللاحق باللاعب أمام لاعبين اثنين، صعب عليه تمرير الكرة، صعب عليه تمرير الكرة. والحكم يقول لي زعبوط ولشباب قسنطينة. آخر من حاولة عن طريق النقطة الفردية، أحيانا اللاعب لما تكون عنده الكرة لا يجد المساندة الكافية واللاعب المتحرر لتمرير الكرة. المباراة هي أفضل في المدرجة تبدو لي، أفضل من ما نشاهد فوق أرضية الميدان في الوقت اللي فيه دفع وفي خطأ لجعبوط ولشباب قسنطينة. في هذه اللقطة وفي هذا الخطأ نقول خطأ وخطر لجعبوط ولشباب قسنطينة إذا استغل صح. نعم نعم في الخطأ واضح واضح تماما من ملال بن عامر اللاعب البديل أمام جعبوط، والحكم كان قريب من اللقطة، الحكم غربال مصطفى ومجموعة من اللاعبين في سجال مع الحكم. في الأخير يطلب من الجميع ومن الدفاع أهلي برج بوعريرج احترام المسافة القانونية، أقل من 10 دقائق في هذا الديربي، أول ديربي بشرق البلاد. هذه الكرات مثل هذه، هذه اللي يحبها أكثر شيء عبيد، يعني ممكن جدا بالارتقاء تاعو بالمهارة تاعو في كرة مثل هذه لو يعني تنفذ ممكن تعمل خطورة على أهلي برج بوعريرج، خاصة في اللحظات الأخيرة، 8 دقائق تعتبر حاسمة جدا. العمري سيد علي وراء تقريب كل الكرات الثابتة لشباب قسنطينة، العمري سيد علي مباشرة وبصعوبة وبصعوبة الحارس الشوشي فوزي في إبعاد هذه الكرة، تصويبة وممتازة من اللاعب العمري سيد علي، قوية جدا كادت تباغت الحارس الشوشي فوزي اللي يقد لثاني مرة ينقذ فريقه من كرة ثابتة. تبقى الكرة لجعبوط محاصر بلاعبين اثنين، يتمكن من تمرير الكرة ولكن في التغطية موجود اللاعب غربي وإبعاد سي للكرة ولمصلحة شباب قسنطينة. الضغط ازداد على عناصر الفريقين خاصة عناصر فريق الأهلي برج بوعريرج، بينما شباب قسنطينة الحكم في الأخير يقول إعادة تنفيذ التماس، بينما عناصر شباب قسنطينة متحررين الآن ما رجعوش إلى منطقتهم، يعني ما رجعوش لكن غلطين، رجوع إلى الوراء مغامرة، باقي نفس النهج اللي يبدأوا به الشوط الأول، هو غرق المساحة والانطلاق عن طريق الكرات السريعة أو المرتدات مثل ما نقول، عدم ترك المساحات أمام عناصر أهلي برج نعم للمناورة وتمرير الكرة. لاحظ في طريقة اللعب دائما سيلة في العمق الدفاعي، الضغط هذا خلى أهلي برج بوعريرج يلعب في منطقته. نعم نعم، يعني حتى بالنسبة يعني المبادرة بالنسبة للأهلي برج بوعريرج يعني قليلة جدا، اللهم انهم استحوذوا لكن بطريقة غير ايجابية. الإعادة والكرة الصعبة والتألق من فوزي الشوشي بقبضة اليدين ينقذ فريقه ومرماه من هدف، ثاني كرة ثابتة صعبة على مرمى الحارس فوزي الشوشي. كرة لمصلحة الأهلي البرج لكن دون خطورة لأنه يلعب بعيد عن منطقة الحارس ليمان، لأن هذا الأسلوب عناصر شباب قسنطينة هم اللي فارضين على أهلي برج بوعريرج. اي نعم فرضوا أسلوبهم تكتيكيين عمراني متفوق. لا للأمانة أن تكتيكيا عبد القادر أنا تكلمت عليها في البداية في الشوط الأول وقلت أن يعني الجانب التكتيكي متفوق جدا عبد القادر، لكن تبقى دائما التغييرات اللي كانوا على مستوى شباب قسنطينة أو حتى على مستوى أهلي برج بوعريرج ما قدموش الإضافة، اللاعبين اللي دخلوا ما قدموش، هذا ما لاحظناش أنه فيه لاعبين دخلوا يعني على 10 دقائق على 20 دقيقة، لأن اللاعب مثل ما يقولوا فري، يعني كان المفروض الحين يعطي الإضافة، يعطي السرعة، يعني بدنين يكون جاهز طبعا جاهز، يعني على غرار لاعب 70 دقيقة 80 دقيقة، الحين هذا هو دور التغييرات. زيت يبدو لي أنه بذل مجهود كبير، الصورة كانت معبرة صح. أنه وبطاقة في عدد كبير من البطاقات اللي هذه المرة لابن عيادة بدون شك المدرب عبد القادر العمراني من يكون راضي، لمن البطاقة الحمراء، لمن هذه البطاقة الحمراء لابن عيادة، في 6 دقائق الأخيرة الحاكم غربال يخرج البطاقة الصفراء الحمراء لابن عيادة ويترك فريقه بـ10 لاعبين.
ماذا حدث؟ ماذا كان بين بن عيادة؟ بن عيادة حسين الذي أدى مباراة في المستوى بحق الآن 85 دقيقة أدى مباراة يخلي بخمس دقائق مع الوقت, الوقت بدل الضيع ممكن يكلف الفريق صراحة. يعني مغامرة مثل هذه يعني يعملها اللاعب، ما أدري وش كان يعني الحوار بتاعه بينه وبين الحكم. والفريق لما يلعب 10 لاعبين راح يخلي اللاعبين يلعبوا لأنهم راح يجيروا وراء الكرة. إن بن عيادة قام بدوره كمان باغي على الجهة اليمنى، هل تلفظ بشيء؟ ما ممكن كان عنده كارت من قبل، كان عنده بطاقة صفراء، بطاقة صفراء نعم. الأولى وأعطاه مباراة الأولى، ثم ماذا تحدث ماذا حدث، ماذا دار بين بن عيادة وغربال حتى أخرج البطاقة الحمراء؟ هذه البطاقة راح تخلي بن عيادة قد يغيب لي عن فريقه، راح يترك فريق كبير حتى في المباراة. يعني صراحة يعني مغامرة، يعني قبل أن نتحدث المباراة القادمة نتحدث عن المباراة الأولى بس 6 دقائق الأخيرة باقي. كيف يتعامل المدرب الإسباني مع المباراة؟ كيف يعني كيف سيتعامل عبد القادر عمراني مع نفس العدد؟ نفس العدد يعني بالنسبة لمدرب الأهلي البرج ومدرب عمراني، يعني واحد كيف هل يغامر مع خروج بن عيادة، والثاني كيف يخلي اللاعب اللي كان يلعب على اليمين يعني وسط يمين يرجع كمدافع ايمن؟ وهذا ونظن هذا هو الحل، يعني ما عندوش حل اخر. وفيه تغيير، فيه مازال فيه لاعب بامكانه انه يدخل، ربما قد يقحم خدير على الجهه اليمنى ويخرج لاعب ربما في الهجوم. على كل ننتظر بماذا سيقوم عبد القادر عمراني. كرة أرضية قصيرة داخل منطقة العمل، حذاري وفرصة لفريق أهلي برج بوعرين، فرصة سانحة لفتح مجال التهديف وعودة موفقة. يبدو لي سيلا هو الذي عاد من أجل التغطية، سيلا تألق وأبعد هذه الكرة. سنشاهد الإعادة، أخطر فرصة من جانب فريق أهلي برج بوعرين جاءت بعد النقص العددي في دفاع فريق شباب قسنطينة وبعد خروج بن عيادة، أخطر فرصة في المرحلة الثانية لفريق أهلي برج بوعريريج ولكنها أبعدت إلى الركنية. نعم، لماذا؟ لأني نظن أنها كانت كرة ثابتة، يعني أول بعد كرة ثابتة. لاحظ أن الحين أول مرة تلعب الكرة حقيقة، يعني كانت هنا نعتبرها جملة تكتيكية، يعني كان ممكن هدف يعني. شو لاحظ أن المدافعين هم اللي بعدوا الكرة، الكل كان ينتظر أن الكرة ممكن يسقطها خلف المدافعين. نعم، وعودة موفقة لدفاع فريق شباب قسنطينة. اللاعب من أبعد هذه الكرة، المهم دفاع شباب قسنطينة والسيلة ما زال يشكو من إصابة. دقيقتان قبل نهاية في اللحظة هذه يعتبر شباب قسنطينة محروم من لاعبين، سيلة يخرج في وقت غير مناسب في كرة ثابتة في ركنية. نعم، وخاصة في ركنية، يعني مع صعود كل لعناصر فريق أهلي برج بوعرين. طبعا هنا بن عيادة وضع الضغط على فريقه. على كل سيعود سيلة ولكن بعد تنفيذ الركنية. طبعا 9 لاعبين صعود، أيضا جيتون كما نشاهد أيضا وجود في منطقة الحارس سليمان. كرة مرفوعة في القائم الأول، إبعاد الكرة، أخذ ورد، الحاكم يترك اللعب يتواصل. جعبوط يضغط، يسترجع هذه الكرة، كرة طويلة وبعيدة تماما، إبعاد الكرة التماس من جعبوط. سيدخل سيلا الآن، دخل سيلا الآن من أجل دخل لك الرسالة الدفاع داري التسديدة. هذه الكرة مرفوعة بعيدة تماما، بعيدة، الحق عليها المؤذن قبل خروجها. البحث على المراوغة، المؤذن داخل منطقة العمليات، البحث على المراوغة ممتازة من المؤذن. المؤذن فعل كل شيء المؤدل في هذه اللقطة الفردية إلا التسجيل، والحكم يقول إلى الركنية. وضغط كبير على دفاع شباب قسنطينة، شباب قسنطينة يعاني، وهنا بإمكان المدرب إحداث التغيير، هنا المدرب عبد القادر عمراني، وفرصة سانحة. شوف هنا اللقطة الفردية، سلسلة من المراوغات من المؤدل ولكن الكرة اصطدمت باللاعب شحرور، خرجت إلى الركنية، والركنية هي الثالثة على التوالي لفريق أهلي برج بوعرينيج. يضغط في اللحظات الأخيرة أمام العودة، حذاري 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 حذاري، النرفزة
على اللاعبين التحكم في الأعصاب في اللحظات الأخيرة في الوقت البدل الضائع، الجميع التحكم في الأعصاب، فيه بين اللاعبين حداد ولاعب من فريق أهلي برج بوعريريج. الأمور تسير لحد الآن في إطارها الرياضي على الجميع الحفاظ على الصورة الجميلة لحد الآن للمباراة وللأجواء بملعب 20 أوت بطاقة صفراء، ستكون بطاقة حمراء. لا 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 لا، ثلاث بطاقات حمراء، بطاقة لملال وبطاقة حمراء لحداد. سيناريو لم يكن منتظر في نهاية في الوقت البدل الضائع من المباراة. ثلاث بطاقات حمراء كاملة. البطاقة الأولى كانت لبن عيادة حسين من جانب شباب قسنطينة، ثم بطاقتان حمراوان لكل من اللاعب ملال بعد المناوشات بين اللاعبين بين ملال واللاعب شاهد. هذه اللقطة التي يضطر على إثرها الحاكم غربال لإخراج البطاقة الحمراء. على كل توتر الأعصاب في اللحظات الأخيرة في حداد فؤاد، يغادر يترك مكانه، سيغادر هو وملال. الآن شباب قسنطينة بسعة لاعبين، لم نشاهد كم أضاف الحاكم الرابع أو كم احتسب الحاكم الرئيسي الحاكم غربال من وقت بدل ضاع. يبدو لي الآن كان في حديث مع الحاكم الرابع الحاكم عمراوي، سنشاهد كم أضاف من وقت بدل ضاع. الفريق بعشرة لاعبين، شباب قلب هو أهلي برج بوعريريج وشباب قسنطينة بتسعة لاعبين. سيناريو غير متوقع. نعم سيناريو نظرا لمباراة ديربي كرة مرفوعة وتدخل الدفاع. تدخل الدفاع. اللاعب زيتوني نسيم هو الذي يتهيأ لأخذ مكانه في تشكيل فريق شباب قسنطينة. يبدو لي عمران تأخر في إحداث التغيير. الآن ما فيهش وضعية تسلل. الحكم المساعد لم يرفع الراية. كرة لفريق الأهلي، كرة مرفوعة وتدخل الدفاع. الدفاع إبعاد الكرة من بالقاسمي، يسترجع فريق أهلي برج بوعريريج ناحية المؤذن. الخطورة تأتي من هذا اللاعب في المراوغة أمام بالقاسمي، يتفوق بالقاسمي، ممتاز، يضغط بالقاسمي أمام زيتي، هل يلحق عليها قاسمي أمام اللاعب غربي، ثم يسترجع في الأخير المدافع بقوة. المدافع، التغطية موجودة، وإبعاد الكرة من شحرور. تعاود ترجع للمؤدل، ماهوش في وضعية التسلل. الكرة جات من تماس، ثم نبدي الكرة مرفوعة بعيدة تماما. والخمس دقائق التي أضافها الحكم الآن مرت عليها ثلاث دقائق، دقيقتين كوقت بدل ضائع. على شهد الإعادة مرة أخرى للمحاولة، واللقطة التي ضيع فيها المؤدن هدف صريح جدا، فعل كل شيء يعني وضعها داخل الشباك أسهل من تضيع هو، لكن قام بالتصويب، التمركز اللاعب يعني كان جيد، ضرب يعني كان شحرور كان ممتاز. نعم شحرور كان في وضع ممتاز، غلق الزاوية من حسن حظ الشباب. وإلا كان هذا احنا اليوم شباب قسنطينة الدفاع دون خطأ. لا لا لعب، أنا نقول لك في البداية باي من سيغادر زيتوني هو المستخدم القادم، هو اللاعب البديل، سيأخذ مكانه نسيم زيتوني، لعب في البطولة البلغارية الأسبوع الماضي، كان ينتظر ورقة الخروج، يؤهل اليوم كلاعب أساسي. الدقيقة الأخيرة وبعض الثواني، لاعب أهلي برج بوعريريج، الحاكم لا يقول لمصلحة شباب قسنطينة، والتماس لم يحدث التغيير. من سيغادر؟ ننتظر من سيغادر. لاعب بالقاسمي، بالفعل بالقاسمي هو الذي سيغادر. بالقاسمي ممتاز. إذن زيتوني في أول ظهور له، ولو أنه في دقيقة من صعب جدا الحكم على لاعب. صعب جدا، حتى 40 ثانية يعني. هو كلاعب وسط ميدان هجومي صانع ألعاب. اللهم إلا يعني يعطي عون الجانب الدفاعي، ما راح يغامر الهجوم أبدا. نعم. الدقيقة الأخيرة عبد العالي إريدين، نقدر نقول الأمور حسمت، هل النتيجة حسمت؟ أنا أقول للسبعد، بالرغم يعني ننتظر هذه المحاولة، ربما آخر محاولة من فريق أهلي برج بوعريريج.
وعودة الزيتوني لإبعاد الكرة. يبدو لي أن الأمور 20 ثانية أو 10 ثانية 10 ثواني الأخيرة. الكرة ناحية زيتي مقطوعة وبصعوبة العمري ستعلي لإبعاد الكرة. الوقت الرسمي انتهى كم سيضيف الحكم غربال وخروج ممتاز وفرصة الآن الأمور حسمت وغربال يعلن عن نهاية المباراة بنتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين. هل هي نتيجة منطقية في عجالة؟ والله منطقية صراحة منطقية جدا يعني نظرا لكل ما قدموا الفريقين خاصة شباب قسنطينة كان يعني أنا نقول فيه تفوق تكتيكي لشباب قسنطينة. أهل البرج طبعا نعتبرها يعني استفاقة نفسية أكثر منها تكتيكية. شكرا لك عبد العلي ريدير محلل التلفزيون، شكرا موصول لزملائي التقنيين للحافلة الرقمية HD1 وللمخرج عادل بحمداتي. شكرا لكم أنتم سيداتي وسادتي على المتابعة، ألقاكم في مناسبات قادمة بحول الله وتصبحون على خير.